على التهم انه دائما زينب يعني مغرقة في 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 موضوع الجنس في الروايات. كلام ده غير صحيح. انا اقول لك حاجة، رواية السيقان ملتوية ناقشت قضية الاختلاف الثقافات. في قناة من القنوات يعني سألتني إنه أنت قصة سارة هل تعاد في قصص الفتيات السعوديات اللي يعني يعتبر منهم الهاربات يعني، ورديت عليه قلت لها إنه قصة سارة هي ابنة البيئة، ابنة البيئة نشأت وتولدت فيها، أنا أقصد بريطانيا. الرواية هذه تتحدث عن أزمة الثقافة، أزمة الفتاة والشاب اللي يتربى في ثقافة مختلفة ويحمل جنسية أو جواز سفر مختلف، هنا يحصل تضارب. هذه ما هي جنس. رواية عقل سيء السمعة أول رواية سعودية تتحدث عن مرض ثنائي القطبين، ثنائي القطبين. هذه القضية اللي بيحصل فيها، أنا قرأت كثير عن هذه المشكلة، عن المرض النفسي، وانت عارف أنه في كثير ناس ممكن يكونوا بيعانوا من المشكلة دي وما يعرف أنهم بيعانوا منها. هذه ما هي رواية جنسية. عندك روايتي وساد الحب، عالجت فيها قضية المذهبية بين جعفر الشيعي وفاطمة السنية، فكلام فاضي اللي بينقال صراحة.